تشتهر سلطنة عمان خصوصا محافظة ظفار بالبخور المتميز، حتى إن البعض ما أن يشم رائحته حتى يستطيع تمييزه بين أنواع أخرى من البخور، أشهرها البخور الظفاري الذي تشتهر به محافظة ظفار، فيتم بيعه بكميات كبيرة خلال فترة مهرجان خريف صلالة، خصوصا وأن المرأة العمانية المتخصصة في صناعته تتفنن بإعداده وبشكل مباشر في موقع المهرجان. الزميلة خولة غرينيس والمزيد في هذا التقرير. روائح زكية يفوح منها عبق الماضي الجميل الممزوج برائحة العود الخلابة التي تأسر الألباب لما تتفرد به من رائحة خاصة تحمل اسم البخور الظفاري، والذي يتم دكه في صلالة بحرفية وإتقان عال. يصنع من أنواع مختلفة من العطور العربية، تخلط وتمزج ويكون عبيرها أخاذا. هذا اللي تميز، معناته بخور لأننا نعمله بالعود، بالعود الأصلي، ونعمله بالعطور الأصليات، وهذا اللي يميز بخور صلالة. تتميز من أي بخور في العالم لما تحطين بخور مال بالذات منطقة الجنوبية صلالة، تحطي البخور في المبخر تعرفين أنه هذا حق صلالة، بريحته حلوة تلاقين. العود المنقوع، بخور العود المنقوع أكثر شيء الأقبال عليها، العود المنقوع، البخور العود المنقوع، بخور القطرة، بخور العروس، بخور الدخلة، هذه أقبال كثير عليه. لم يكن البخور الظفاري يوما مجرد مواد تصنع من مزج مختلف الروائح العطرية، ولكنه ماض جميل وحاضر متألق تحترفه نساء عمانيات امتهن صناعة البخور والعطور المحلية، فمنحتها هذه الأيادي خصوصية لافتة ليقترن اسم البخور العماني بمنطقة صلالة. أشهر بخور عندنا قديمة حاضرة الآن اللي هي قطرة البخور القطرة. بخور القطرة هذا نجيب العود المطحون نطحنه، وبعد ما نطحنه نحط له حوافير في نوعية من الحافور يستخرجونه هذا من البحر، ونحطه نغسله ونحطه في الفرن ونطحنه نفس الشيء ونحطه في الفرن، وبعدين نحطه مع العود، نخلطه كله مع العود مع عطور، تكون عطور مميزة، أنواع العطور حسب نحن ما نشوف الرغبة في حب العطر، ونخلطهن مع بعض وتكون هذا قطرة، لكن تكون متميزة من اليابسة، من البخور اليابس، إنها تكون منطقة بالعطور، فيها عطور كثيرة. هذه الدخون القطرة معناته أغلى دخون عندنا تقريبا هي حقت القطرة، هذا قيمتها 35 وتوصل حتى للأربعين ريال العماني. أصناف متعددة وروائح مختلفة لما يعرف باللهجة المحلية في عمان بالدخون، يتم إعداده بطريقة خاصة تتقنها نساء محترفات لهن خبرة في هذه الصناعة العمانية الأصيلة، فيتفنن في تطويرها وابتكار أنواع جديدة من البخور تترك عبيرها الأخاذ ما أن يتم إشعالها في المكان، ومن أبرزها اللبان المعطر. هذه البخور اللي هي تعتبر البخور الجافي، هذا نحط لها العطور اللي نحن خالطة عطور أنواع، فنحط هالبخور هذا العطور فيه، نكب هذا شوف العطور فيها ونفح هكذا العطور فيه، حتى شوفي دحين أنا حطيتش هذه بس شوية علشان تشمي دحين الريحة، نفس الشيء، ونحطها بعدين في العلب. البخور العماني صناعة تقليدية متوارثة منذ أزمان بعيدة وخصوصا في ظفار، فاشتهرت بصناعته النساء في صلالة منذ القدم، ولا يزلن يمارسن حرفتهن بكل حب حفاظا على هذا التقليد التراثي الأصيل. من صلالة الجمال، خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.